وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية صحابتي وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القديم الأوان الأخير الباقي بلا تهاون ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبي سبيل دين الحق غير مرتدي وبدو فلم يوجب المعرفة من واجب لله عشرين صفة الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام السماء وجيد بفضله وعدله كان كل كون ممكن كبيره أرسل أنبياء ذوي فضانا بالسلك والتبليغ والأمانة وجائز في حاكم عرضي بغير نفس كخاف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فضل خمسين بحكم واجب تمثيل خمسة وعشرين لذيب كل مكلف فهكذا واغتنم هم آدم وإدريس ونوح ولوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وعيسى كن كذا يعقوب ويوسف وأيوب تذا شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان وتبع إلياس ويونس وزكريا يحيى عيسى وطه خاتم الغيا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا بوهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عسيمين ومجبرين ميكال إسرافيل عزرائيل ملك النكر وراكب وكذا عديد ملك ورضوان تدا أربعة من كتب تفصيلها تارة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحب الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فهكه التسليم والقبول إيمان نبيا من أخير وجب وكل ما كان به
كلمة بذكر باقي الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد وسيلا للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد منف ينتسي وأمه أميلة سريا أضاءت حليمة سنيا مولد بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوعي أربعينا وعمره تجاوز ستينا وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بزين لا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة وخطهم وليجة وأربع من الإناث ذكروا رضوان ربي للجميع ينكروا فاطمة الزهراء وبنوها علي وابنهما سلطاني فاللهم جلي فزينب وبعدها الرقائية وأم القوس ومن زكاة رضية عن تسعين إسوات وفات المصطفى خينا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحمصة وسونة صفية ميمونة ورملة إننا زينب كذا جويرية للمؤمنين أمهة المرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتدى وقبل هجرة النبي لإسراء من مكة ليلة لقدس يدرى وبدا إسراء رجل سمع حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وانتصار وابتر عليه خمسا بعد خمسين فرا وبلغ الأمة بالإسراء وبعد خمسة بالامتراء قد فاز صديق بالتصديق له وبالعروج صدق وفاه له وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نذم تلك أحمد المرزاقي من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفى كل من بها قد استغل أبيتها حيث بهدي الجمل تاريخها لي حي انظر جمل سميتها أكيدة العوام من واجبي في ديني بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita dengarkan.